اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافيعا لأصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, bacalah Al-Quran, fa'innahu sungguhnya Al-Quran itu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih, akan datang kepadamu pada hari kiamat menjadi penolong. Walakadamakannahum fi ma'im makannakum fihi وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وتولى نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.